مرحبا انا زي مرتا ثاني و سوف اشرح لك الماكينه مرتا ثاني بالعربيه والاول برضو نسوف مدخل الخامه مدخل الخامة لهذا الجهاز ممكن يركب السمك الأرض الخامة يعني ويفك المسمار فتحت ممكن يخش يمين ويخش يسار عادي يعني وبرضو عندنا المقاس يدي عندنا في هنا في آخر الملف الخامة ممكن تقص الخامة في الأول قليل ليس خسر الخامة يعني وبرضو هنا في الرورة ممكن تشوف حليل الخامة يدخل عادي يخفض الخامة برضو وبرضو وثاني تشوف الرورة ممكن تشوف رورة كبيرة واللون كويس أبيض وكذا وزي الذهب يعني واللون جميل ولا برضو القطر كبيرة قوية ونعمل المعارضة لتصنع الزنك فوق الرورة اللي هو ما بالبوظة فكذا هو يعمل الخدمة للرورة طويل وبرضو عندنا مربوط بين الإطارة هذا مربوط وممكن فتحته في العمود برضو هذا ليقوي الإطار الماكينة وبرضو ممكن تشوف الإطار للماكينة طويلة وسميكة طويل يعني والإطار هيكل الإطار هذا الماكينة هو راوحة وسط وهذا هو يعني في المتوسط ليس غالي وليس رخيص في نصف يعني والجودة متوسطة برضو وثاني وهذا الماكينة هو تشكيل اتساب يعني في الأخير هو يعني ممكن مرفع واحد وبعدين اثنين وثلاثة أربعة وبعدين طويل فصاج القرميد بعد تشكيل لونه جميل وما في بوزة وهكذا وتشكيل دقيقة وهذا هو تشكيل القرميد القرميد هو أكثر من صاج واحد جهاز هذا هو عشان القرميد ليس سوى واحد زي مدرع ولازم في واحد قطعة فهذا هو قطعة أول بعدين قنصها هو مقاس للماكينة وبرضو زي الماكينة صاج من قبل زي ما قلت لك من قبل هو برضو سميك وقوي بس هذا هو صغيرة ليس طويلة فهذا مسمار واحد كده كفاية لا مش لازم بالمسمار اثنين وبرضو ممكن تشوف هذا جهاز باثنين ومودين ايضا فازمال ثمانية هذا اثنين للجهاز تشكيلة وهذا اثنين للقطعة فايش هذا هو مثل يعني يحافظ القرميدة صاج القرميدة وممكن برضو يشيل تراب وهذا القطع في مميز ثاني هو ممكن حركة بنفسه يعني هذا الجهاز هو جهاز سرعته سريعة جدا هو هذا القطع هو سيفور هو يمشي ويرجع ويمشي ويرجع مع القرميدة ليس زي الماكينة الثانية هو وقف وقمص ووقف وقمص هكذا وهذا الجهاز لا يوقف بس قمص على طول فكذا سرعة عمل سريعة جدا ولهذا الجهاز أيضا يوجد معدة تسليم الصاج أوتوماتيكي ممكن توافر
الأومار ممكن تشوف مونتاج لهذا الجهاز. هذا مونتاج لهذا الجهاز شكله جميل وقوي. بس هو هذا هو شكله جديد ليس عريض زي ما اللي فات يعني زي من قبل. وهذا هو شكله جديد صغير بس سريع ممكن طول ولو طول متر ما في مشكلة زي ما انت عايز يعني ممكن تحكم بالنظام الـ PLC يعني ويوجد محطة الهيدروليكينة كبيرة وفي ماتور كبيرة. فهذا الجهاز في مميزاته كثيرة بس في واحد ليس كويس يعني ايش هو الجهاز هذا غالي شوية بس هو صوتاً قويٌ وعمر خدمة طويلة يعني ما في بوزة عند فترة خدمة يعني. فكذا هو ماكينة صاج القرميد سرعته سريعة. فجهاز ثاني هو جهاز ستير ديك. فمرحبا لله.